ندخل النهاردة على اكسرسايز مهم، بس بنتكلم فيه على عمليتين بقى. يعني بعمل عملية تسخين وهعمل عملية ترطيب. تعالى كده نشوف العمليتين دول هيتموا ازاي على الخريطة. شوف المثال اللي معايا بيقول لي هواء درجة حرارته الجافة 10 درجة مئوية ودرجة حرارته الرطبة 7 درجة مئوية. يعني كده جاب لي أول نقطة موجودة على الخريطة. يراد الوصول به إلى درجة حرارة جافة، عايز أوصله بقى ل 28 درجة حرارة جافة ورطوبة نسبية 50%. تمام، ده عايز أوصله لده. وذلك بقى بخلي بالك ده في عملية في النص كمان لسه ايه هيتكلمني فيها، عشان دي عملتها لك، دي 1 ودي 3. تمام، وذلك بإمراره على ملف تسخين محسوس ثم وحدة تبريد أديبتيكية فيحسب قدرة سخانه. خلي بقى هنا، خلي بالك هو دي كانت حالة الهواء قبل ما يعدي على المرحلتين دول. تمام، وبالتالي في نقطة هتبقى في النص. تمام، يعني هنا ده هيعدي مثلا على ملف تسخين، وبعد كده تبقى نقطة 2، بعد كده يعدي على وحدة ترطيب، وبعد كده تبقى نقطة 3. النقطة 3 هي دي. تمام، يعني في نقطة في النص لسه عايز اجيبها. تمام، فيحسب قدرة السخان المطلوب عشان يحط السخان، عايز قدرته وكفاءة وحدة الترطيب وكمية المياه اللازمة للتعويض، مع العلم ان كتلة الهواء 3600 كيلو جرام لكل ساعة. طبعا دي هتتحول تبقى بالثانية، تبقى 1 كيلو جرام، لان قسمتها على 60 في 60. تمام، طيب ده المطلوب، قدرة السخان وكفاءة وحدة الترطيب كمية المياه اللازمة للتعويض. تعالى كده نخش بقى على الخريطة تتحل ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نخش بقى على الخريطة. دي النقط اللي موجودة معايا، جاب لي بيانات النقطة 1 وبيانات النقطة رقم 2. أدي 1، أنا آسف، 1 و3. 2 هي اللي موجودة عندي، بس خلي بالك ده قال لك ترطيب اديابتك، خلي بالنا من النقطه دي. طب تعالى كده نعمل نقطه على الخريطه او نقطتين على الخريطه، النقطه بتاعت النقطه 1 والنقطه بتاعت النقطه رقم 3. ماشي، النقطه رقم 1 بيقول لي 10 درجه جافه، ادي 10 درجه جافه و7 درجه رطبه، كده جبت النقطه رقم 1. طيب خش على النقطه رقم 2، هو قال لك اعمل ايه؟ قال لك اعمل عمليه، خلي بالك قال لك عملية تسخين محسوس، يعني هيطلع من نقطة 1 خط أفقي لحد النقطة رقم 2 اللي أنا مش عارفها، بس أنا همشي خط أفقي تسخين، تسخين هيبقى يمشي كده. تمام، وبالتالي كده هتقع فين رقم 2 أنا معرفش، بس أنا عارف اللي هي هتقع على الخط ده. طب تعالى كده نجيب النقطة رقم 3، هي سهلة. نقطة رقم 3 بيقول لي 28 جافة، أدي 28 ورطوبة نسبية 50%، ادي 50% اهي، تبقى نقطتين، صح كده؟ طيب واحنا بنقرا المسألة قال لك احنا هنا عملنا تسخين، بس انا مش عارف انا لحد فين. بعد كده هعمل ترطيب اديابتك. ترطيب اديابتك يعني همشي بثبوت الانصلبي. تمام، يعني منين؟ يعني مثلا من النقطة دي للنقطة دي بس بثبوت الانصلبي. طب اخدها من نقطة 3، ثبوت الانصلبي من نقطة 3 للنقطة 2، فين الانصلبي؟ اهو الخطوط اللي هي جاية المايلة دي، وبالتالي طب اعملها بالشكل ده كده، مش ده هيبقى انصلبي دي هي نفس انصلبي دي، اجيبه من فوق، وبالتالي الخط ده تقاطع مع الخط ده في النقطة، تبقى دي النقطة رقم 2. شفت الموضوع لف ازاي؟ جميلة جميلة، تسخين محسوس، ترطيب اديابتك، كلمتين عرفت منهم الخط ماشي ازاي. مش لازم اجيب لك بيانات النقطة رقم 2، لا ده قال لك بيانات رقم 1 وبيانات رقم 3، وقال لك هنا في تسخين محسوس ومخطط خط كده ايه افقي. تمام، وعندي ومن 2 ل 3 ده ترطيب اديابتك، يا اما تجيب النقطة 2 يا اما تجيب النقطة 3. النقطة 3 عندك، اقوم عامل بيها ترطيب اديابتك، يعني خط كده موازي للخطوط بتاعت الانصلبي. تمام، ترطيب اديابتك يعني الانصلبي هنا نفس الانصلبي هنا، يبقى اخد خط كده مايل بثبوت الانصلب، الخط ده تقاطع مع الخط ده في نقطة، بقت النقطة دي رقم 2، وبالتالي كده انا جبت النقطة رقم 2. يلا بقى زي الشاطر كده، هات الايه الاوميجا عند 3
اللي هي الرطوبة النوعية عند 3، وهات لي الرطوبة النوعية عند 2. لو محتاج كمية المية المزالة تمام، او كمية المية التعويض اللي انا هعمل بيها ترطيب، طبعا انا هرطب يبقى انا محتاج كمية المية اللي انا هقدر اللي انا اعمل بيها عملية ترطيب، كمية مية قد ايه، يبقى لازم اجيب الأوميجا هنا والأوميجا هنا تمام. طيب انا هجيب النقطة عشان هعمل ترطيب من هنا لهنا، المفروض كنت انا اقدر اوصله لهنا، ده لو كان كفاءة الايه ملف الترطيب 100%، بس هو كفاءته مش 100%، وبالتالي انا هحتاج النقطة ديت لما اجي اجيب الكفاءة. طب هات لي بقى الاوميجا هنا. ماشي كويس جدا. شوف انا هنا عامل لك كام نقطة، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ونقطة بتاعت ايه ديت. ماشي كويس جدا، نكمل مع بعض. هات الانصلبي عند 1، الانصلبي عند 1 تقريبا 20 25 23 اوكي ماشي. والاوميجا عند 1، 1 فين اهي، الاوميجا عند 1 هنا، بس الاوميجا عند 2 5 من 1000 هم كاتبها. طيب نجيب الانصلبي عند 2، الانصلبي عند 2 هي نفسها الانصلبي عند 3 تقريبا 59 او 58، نكتبها 59 قول 58 برضه صح. طب هات الاوميجا عند 2، ما هي نفسها الاوميجا عند 1 اللي انا جبتها 5 من 1000، هي نفسها هنا تبقى 5 من 1000. طيب هات الانصلبي عند 3، هو نفس الانصلبي بتاع 2، هو نفس الانصلبي بتاع ايه اللي هو كام 59 تمام. ايه تاني ممكن اجيبه؟ هات الاوميجا عند 3 اهي 12 من 1000، سهله خالص، موضوع جميل ما فيهوش اي حاجه. طب هات نجيب الاوميجا عند ايه تمام 15 من 1000 تمام. حلو قوي كده، انا جبت كل الحاجات اللي انا هحتاجها في حل القوانين. محتاج مثلا كفاءه وحده الترطيب، يبقى انا محتاج عندي كده كفاءه وحده الترطيب، انا محتاج اجيب الاوميجا تمام، الاوميجا هنا والاوميجا هنا والاوميجا هنا. عايز قطرة السخان، يبقى انا محتاج الانصلبي بتاع السخان قبل وبعد، يبقى 1 و2 جبتهم تمام. كمية المية اللازمة للتعويض برضو هي بتتكلم في اوميجا 3 و2 انا برضو جبتها، فانا بتكلم في الرطوبة النوعية والانصلبي جبته، مش محتاج اجيب حاجة تانية. اخش بقى كده ورقة ونبتدي بقى اسهل حاجة اللي احنا نحل القوانين. اول حاجة بقول لي قدرة السخان، قدرة السخان بتساوي اللي هي كيو هيتنج كويل بيساوي الام دوت اير اللي بتمشي على السخان اللي بتمشي هنا او اللي بتمشي على السخان في فرق الانصلبي حوالين السخان اتش 2 واتش 1، هتبقى بالقانون بالشكل ده، ام دوت اير في اتش 2 ناقص اتش 1 الانصلبي 2 ناقص الانصلبي بتاع 1. الانصلبي هنا 59 وهنا 23، طلعت هنا 36 كيلو وات. طب كفاءه وحده الترطيب، كفاءه وحده الترطيب سهله جدا، الافشنسي بجيبها بقول اللي حصل على المفروض يحصل. انا طبعا هشتغل بالامكر الرطوبه النوعيه. طب اللي حصل ايه؟ من 2 ل 3 دبليو 3 ناقص دبليو 2، طب المفروض يحصل كان ايه؟ دبليو اي ناقص دبليو 2، هتبقى بالشكل ده. اللي حصل رطوبه نوعيه من دبليو 3 لدبليو 2 على المفروض يحصل من دبليو اي على او ناقص دبليو 2، دبليو اي ناقص دبليو 2 تمام. اعملها هتطلع لك هنا 70% دي كفاءه وحده الترطيب تمام. الناس بقى تراجع ورايا على الارقام، لو في الارقام في اي حاجه الناس تبلغني تمام. كميه الميه اللازمه للتعويض، انا هدي له ميه قد ايه بقى عشان يعمل عمليه الترطيب ديت تمام. يبقى انا بتكلم في ام دوت ووتر بيساوي الام دوت اير في فالي الاوميجا حوالين الايه وحده ترطيب دبليو 3 ناقص دبليو 2 تمام. دبليو دوت اير المعدل سنة الهواء كان بواحد، اضرب واحد في طبعا الاوميجا 3 ناقص اوميجا 2 هيطلع لي هنا 7 من 1000 كيلو جرام بير سكند. وبكده نقوم انتهينا من المثال، مثال سهل جدا اللي اختلاف عن الامثله اللي فاتت اللي احنا كان هنا عندي عمليتين وكانت فيها فكره صغيره جدا، هي فكره صغيره فكره جميله، حته التسخين المحسوس والترطيب الادياباتيك الاثنين يتقاطعوا مع نقطة، جبت النقطة رقم 2 اللي هي ما ذكرلكش أي حاجة عنها، خلاك أنت اللي تجيبها. بكده نكون انتهينا من
الاكسرسايز ده. اتمنى التوفيق للجميع، شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.